ازيكم يا اولادي وبناتي، انا العمه لولو وانا عندي قصه حلوه ليكم اسمها اول عيد ميلاد. النهارده هنقرا ايه من رساله كورنثوس الثانيه اصحاح 9 والعدد 15. شكرا لله على عطايا. رساله القصه بتاعت النهارده هو اننا نشكر ربنا لانه ارسل ابن الوحيد يسوع للارض. سافرت في رحله طويله قبل كده؟ اتمنيت وانت في الرحلة دي انك تقف شوية عشان ترتاح؟ من زمان قوي سافرت مريم ويوسف لمدينة اسمها بيت لحم. الرحلة دي غيرت حياتهم. بيت لحم كانت مدينة زحمة وكبيرة، الناس كانت كتير في الشوارع الضيقة وكانوا بيتعبوا جدا. سافروا وقت طويل جدا علشان يوصلوا لبيت لحم، لان الملك امر انه يعد الناس اللي من بيت لحم. كل راجل كان لازم ياخد اسرته للمكان اللي اتولدوا فيه علشان يكتبوا اسمائهم في السجل. كل الناس جت لبيت لحم عشان التعداد ويسجلوا اسماء. مريم ويوسف كانوا من ضمن الناس دول، كانوا عايشين في مصر لكن راحوا زي باقي الناس لبيت لحم عشان يسجلوا اسمائهم، لان عيلة يوسف كانت من بيت لحم. الرحلة كانت طويلة جدا ومتعبة، ومريم كانت تعبانة. عارفين ليه؟ عشان هي كانت حامل وقربت تولد الطفل. فعدوا على فندق صغير علشان يباتوا فيه، لكن ما لقيوش مكان علشان وصلوا متأخر. صاحب الفندق اعتذر لمريم ويوسف لأنه شاف قد إيه كانت مريم تعبانة وكان عايز يساعدهم، فسمح لهم أنهم يقعدوا في الاسطبل بتاع الحيوانات. مريم ويوسف عملوا سرير على القش وهناك اتولد الطفل. لفت مريم إنها بقماش وحاولت تدفيه، وكان شكل الولد جميل جدا. بهدوء وبشويش نيمت مريم انها في المسبد المليان بالقش. ده كان السرير الوحيد اللي قدرت تلاقيه لابنها. لكن الطفل ما كانش طفل عادي، هو كان يسوع رئيس الملكوت، ملك الملوك. هو جه لارضنا كمولود عشان يورينا الله وفكره. ساب كل مجد السماء وجمالها واتولد في مسبد حقير ونام على سرير من القش. هو فضل الحياة مع البقر والحمير عن الحياة مع أبوه والملايكة. يسوع رضي إنه يسيب السماء علشان ينقذ العالم كله ويخلصه من الخطية. ميلاده هو السبب اللي علشانه الناس بتحتفل بالكريسماس. الكريسماس اتعمل عشان ميلاد يسوع. في كل كريسماس بنفتكر إنه اختار إنه يتولد في مسبد بقر عشان يعيش هنا ونشوف صورة الله. الكريسماس هو مناسبة عشان نشكر يسوع لأنه جه لأرضنا علشان يخلصنا من الخطية. الكريسماس هو مناسبة علشان نشارك فيها حب يسوع مع كل الناس اللي حوالينا.